السلام عليكم ورحمة الله. بتقولي حلمتي ان اختك بيخرج من فمها اشياء مش نظيفة. عامة خروج الاشياء اللي مش نظيفة من الفم او اي اشياء اخرى بيبقى تخليص من تعب او من كرب او من اي مشاكل هي بتعاني منها، ده بيبقى تعبيره في المنام. طبعا خروج اي شيء من الفم مش نظيف دي حاجة كويسة جدا لجسد الانسان، او لو عنده اي مشاكل اخرى احسن من دخول اي شيء في الفم. خروج اي شيء من الفم احسن من دخول اي شيء في الفم، بالذات لما تبقى اشياء مش كويسة ومش نظيفة، فبتبقى حاجة مش كويسة. فدي رؤية جميلة ومبشرة بالخير وتخلصها من اي شيء تعبها باذن الله. والله اعلى واعلم. ما تنسوش اللايك وصلوا على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام. لا تنسوا ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.